كبير انه العلوم فيه ارتفاع وسمو وهيمنة، مش مقبول الهيمنة من البشر. اذا الله له الكبرياء انت ما يجوز يكون لك كبرياء بصفتك. ايش يعني بتتكبر هيك؟ يعني ايش المسوغ؟ لما يكون الله سبحانه وتعالى قوة مطلقة، خالق واهب مسيطر على كل ذرة، هو المتكبر. انت بتتكبر صفتك ايش؟ واذا صار حصر بول معك شو بتعمل؟ ايش تعمل يعني؟ يا متكبر. طيب تمام. ولذلك هو العلي الكبير. الفرق بينهم انه العلوم ارتفاع وسمو وهيمنة وسيطرة وقاهرية، علوم تمام. لانتم بتعرفوا دائما الناس لما بيعبروا عن السيطرة بيستخدموا الفاظ كلها فيها علو السيطرة، لان الناس بيسيطروش من تحت لفوق، الناس بيسيطروا مثلا من فوق لتحت. تنشأ اللغة بصيروا يفهموا شو معنات عالي وعلو، والعلو والعلو منه ما يكون، لاحظوا، والعلو منه ما يكون بحق ومنه ما يكون بغير حق. لكن هنا قدمت ما هي الخالقون ذلك بأن الله هو الحق، خلص الحق انتهى، فهمنا. وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فعلو أهل الباطل علو سلبي. وأن الله هو العلي الكبير، طب الكبير ايش؟ الكبير فيها عظمة. عظمة في ايش؟ عظمة في ايش؟ لاحظوا مثلا قدرة مطلقة، كأنه يعني كأنه اتساع، لأنه لحظة كبير فيه إيش؟ كأنه اتساع إلى متى؟ إلى أين؟ إلى أين؟ ما هو ممكن نوصف المادة نقول كبير، بس الكبير الحقيقي مين؟ لذلك دائما أنتم بتقولوا الله إيش؟ أكبر. أنا سبق قلنا إنه الله أكبر، هذه بتدل على نهاية. ليش؟ لأنه كل ما كان فيه كبير الله أكبر، كل فيه كبير الله أكبر، كل فيه كبير الله أكبر، وهذا مفهوم اللانهائي. إذا الكبير في ذاته وصفاته، لأن ملناش علاقة بالهيمنة، ملناش علاقة بالارتفاع، ملناش علاقة بالارتفاع والهيمنة، إلنا علاقة كبير في القوة، يعني كبير في العلم، كبير في صفاته كلها، كبير في ذاته، كبير إلى أين؟ إلى أين؟ كل ما تصورت كبير هو أكبر، هو أكبر، هو أكبر. إذن هو إلى مفهوم لا نهائي، وبالتالي هو من شعار الأمة الله أكبر، مش الله كبير، ما نقولش الله هو كبير، أكبر. بس هو الكبير الوحيد، هو الكبير الوحيد عند الحقيقة، وبالتالي كل الباقي كله صغير. والله انتبهوا الآن، والله ينظر على فكرة، يعلم. هناك قال سميع بصير، بس كمان هو مطلع على النوايا، لانه هناك في موضوعنا ما فيش، مش القضية مش النوايا، مطلع على فكرة شو عندك هون عنه، قديش في هون ثقة، يبدو بيعاملك يعني هذا اشي لا يتصنع، انت بتقدرش تتصنعه، لانه هو سبحانه مطلع. فانت ايمانك انه كبير لوين انت مؤمن انه كبير؟ لوين في عندك ثقة يعني وقلبك مستقر بهذه الحقيقة؟ يبدو على قد هباطيك، يعني مسألة انك تضحك بكلمات، هذه مش قضية بتضحك على البشر في كلمات، تقول الله كبير، نحن نثق بالله، نحن نتوكل عليه. وبعدين ولو دخلنا يعني جوا وهون كمان ايش يعني؟ طب هذا كيف؟ طب هذا كيف بيحصل على فكرة؟ طب كيف بده يحصل هذا عندي؟ هذا انا بقدرش عليه اني احصل هذه الثقة الكاملة، الثقة الكاملة والقناعة الكاملة، هذه مش كبسة زر. لذلك هو يبدو بقدر ما انت تقبل عليه، بقدر ما تمشي في البرنامج. ما هو مين واضع البرنامج على فكرة؟
مين اللي وضع لك البرنامج في الحياة؟ هذه صلاة، هذه زكاة، هذا صوم، هذا قيام، هذه نوافل، هذه كذا، هذا كذا، بعدين ابعد عن كذا، ابعد عن كذا. ايوه طيب، اذا اخذت البرنامج وصار عندك ثقة تمام. لذلك الصحابة على فكرة من يقينهم ما كانش يوقف في وجههم شيء.